تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل بها وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان
رضانا بجانبي وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. بہت اللہ ماشاءاللہ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی